سالو زملاء، اليوم حنشوف كيف فينا نعمل بازل وكيف فينا نحول أي صورة بدنا إياها لبازل. على سلايد جديدة، Insert Shape Rectangle. إذا أنا بدي إياها كاري بكبس على Shift، برجع Insert Shape Oval. إذا أنا بدي إياها روم بكبس على Shift وبرسم. حتى هون برجع بعمل لها كنترول دي، بعمل كنترول دي للسيركل، هيا بعمل سيلكت للكاري مع الروم فورما مع الشيب، بعملهم اول وحدة انيو، برجع بعمل سيلكت للكاري مع دوزيام روم اللي انا رسمتها فورما مع الشيب، هالمرة سبتراكت. صارت أول بياس من البازل جاهزة. هعمل كنترول دي، بفوت على فورما، روتيت، روتيت رايت 90%. اوكي، فوالا. هلا برجع كنترول دي لهي، Rotate right 90%. OK. برجع Ctrl D كمان rotate 90%. وهيك صار بازل جاهز عنا. أنا اخترت 4 بياس ليكون الشغل بسيط وسهل علينا. هلا بدي اجيب صورة، بكون انا محضرة صورة حسب التيم اللي انا بدي اشتغله، بعمل لها كوبي. هلا بعدين بدها تكون الصورة على قد قياس البازل. اوكي، هلا هشيلها على جنب، هعمل لها كنترول دي. باخد اول بياس بحطها هون، بما انه اجت لتحت بدي اعمل لها برينج تو فرونت، بظبطها على قياسها مزبوط. اول شي بعمله بكبس على الايماج، برجع على البياس وبفوت على فورما مار شيبس وهالمرة انترسكت. هيدي اول بياس خلصنا منها. برجع كنترول دي، بيجي لهون باخد هيدي البياس اكيد بحطها، بعمل لها برينج تو فرونت، بحطها هون، بكبس على الصورة على البياس تاعو البازل فورما مار شيب انترسكت. برجع بعمل كنترول دي للصورة، هيدي بعمل لها برينج تو فرونت، صورة بياس فورما مع شيبس انترسكت. برجع اخر وحدة كمان فورما برينج تو فرونت، بجي بحطها هون لانها اخر بياس، بعمل سلكت للصورة للبياس فورما مار شيب انترسكت. وهيك صارت الصورة على شكل بازل، بس ناقصنا شغلة نحطلها كونتور حتى تبين انه فعلا هي بازل. اوكي، بنحط على فورما بيكتشر بوردر، بنختار اللون اللي بدنا اياه، بنرجع بنختار السايز تعول تقريبا الابيسور تروى حطيت. نفس الشيء لكل
وهيدي كمان مع هيدي أسود وكمان تقريبا تروا، وهيك الصورة صارت بازل. ميرسي إلكم.